مرحبا بجميع المتدربين شعبة تي سي او، سواء الجروب واحد سواء الجروب الثاني. اذا غادي نحاول نغتنم هذه الفرصة، يعني باش نحاول نشرح لكم يعني لا لا يعني لا ميثود دو ترافايي، يعني هاد لي زيكزارسيس نحاول نصحح معاكم العدد ديال لي زيكزارسيس هنايا اون ديريكت. اذا كما كتلاحظوا هنايا اخوان، يعني بالنسبه للبريمير اكزرسيس، البريمير اكزرسيس لا سيري سويفونت بريزونت لي نوت اوبتوني بار دي ستاجير 12 11 13 8 9 6 12 18 19 20. On vous demande de calculer la note moyenne, c'est-à-dire x bar, la moyenne arithmétique, et aussi de déterminer la médiane. Donc pour calculer la moyenne, c'est très simple. On va revenir pour l'application des notions de cours. Donc, les chefs de cours. Donc, à partir de Naya, qui m'a fait l'ardo. هنايا بالنسبه لي نوسيون ديال الكور، هاهي هنايا نرجع لي نوسيون ديال الكور في لا مويان اريثميتيك بور كالكولي لا مويان اريثميتيك. فوالا تو سامبلومون اون دوا يوتيليزي لا فورمول سويفونت اكس بار ايغال لا سوم دي اكس سور ان، ديال لا فورمول اللي خصنا نستعملو هنايا. Tout simplement, on doit calculer le total des variables x1 plus x2 jusqu'à xk sur n. C'est de la même chose, on doit établir la formule. Revenons ici pour faire calcul. La méthode, adna, dire la somme des éléments. La somme des éléments, atteindre la somme des variables ici, donc à Tatina, 128. On a le nombre des variables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a le nombre des variables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La moyenne est 12,8. Ça veut dire la note moyenne, ou bien la moyenne arithmétique, est 12,8. Ou la moyenne, on peut utiliser la formule, on a la formule de l'Excel, la moyenne arithmétique. Donc, il y a quand même la formule, la moyenne arithmétique, la moyenne من D2 jusqu'à M2. Yani, la moyenne de la 2 va nous automatiquement entrer, va nous donner 12,8. بالنسبه للسؤال الثاني، كيفاش كنحسبوا la médiane؟ اذا كما كتعرفوا la médiane، اول حاجه خصنا نرتبوا ترتيب تزايدي، يعني هاد لي فاريابل عندنا لي فاريابل هنا اون ديزورد، خصنا نرتبوهم يعني سولون لو يعني لو كلاسمون كرواسون 6 8 اي انسي دي سويت. اون دو كالكولي لو نومبر دي مويان، لا نومبر دي فاريابل هي 10. دونك كنديرو 10 الا كان هنايا لا نوسيون ديال الكور. اش كيقول لينا في لا نوسيون ديال الكور؟ اتوندي نرجع لا نوسيون ديال الكور هنايا. بالنسبه لا ميديان، voilà pour calculer la médiane, la notion de la courbe, la calcul de la médiane. Voilà. Voilà. Donc, le cas d'un cas d'une série statistique simple. Donc, ça nous faut n. Il a qu'un n impair. Alors, la médiane, qu'on dirait n plus 1 sur 2. Il a qu'un impair. Il y a un adat fardé. كناخد لو نومبر دي فاريابل بلوس 1 سور 2. دونك لو رون اللي جاي يعني في هذا الكلاسمون هو لا ميديان. ولكن هنايا الا كان سي ان ايبير، دونك في هذه الحاله دونك لا ميديان غتكون بين لو رون دو ان سور 2 اي لو رون دو ان سور 2 بلوس 1. اذا هذه اللي غادي نستعملو، علاش؟ لان ان ان تساوي 10. اذا ان غادي تجي 10 على 2 هي 5، دونك غادي تجي بين le cinquième rang et le sixième rang. Le cinquième rang et le sixième rang. بحال هنا 11 مع 12 الفاصل الوسط هنا. إذا باش نحسبوا هنايا كنقسموا، يعني هذه زائد هذه مقسومة على جوج، دونك كتعطينا
لا ميديان. اذا نرجع هنايا لي نوسيون ديال ليكزيرسيس. اذا ليكسيل اذا كما كتلاحظوا هنايا عندنا هنايا لو سانكيام رون هنايا جاي هنايا في 12 دونك يعني سيتادير هنايا 1 2 3 4 5 اذا 5 بين هنايا وهنايا دونك بين هنايا وهنايا شنو عندنا عندنا 12 اذا لا ميديان هي 12. نرجعو لو دوزيام اكزرسيس. لو دوزيام اكزرسيس سوا لا سيري سويفونت شنو فيها 75 62 57 12 18 ديتيرميني لا ميديان سي دو لا ميم مانيير تقريبا نفس الشيء. اذا خصنا نرتبو يعني هاد لي فاريابل هنايا سولون لوردر كروسون دونك اون فوا كالكولي لو نومبر يعني عندنا 1 2 3 4 5 دونك 5 مقسمة على 2 دونك يعني كنلاحظو هنايا بانه لو ان سي امبير اذا غادي نديرو ان بلس 1 يعني ان سور 2 بلس 1 دونك اجينا لا ميديان يعني في الوسط. اذا بالنسبه للجواب اكسل هنايا الجواب اذا غنرتبو ترتيب تزايدي يعني 1 2 3 4 دونك جات لا ميديان في الوسط هنايا هي 57 دونك لا ميديان هي 57. بالنسبه ليكزرسيس نمره 3 هذا راه اكزرسيس نمرة 3 في لي دوني ديال ليكزرسيس شنو عندنا في لي دوني ديال ليكزرسيس لو طابلون سويفون بريزونت لا ديستريبيسيون دو سون اونتربريز سولون لو نومبر دي كاد امبلويي. عندنا لو نومبر دي كاد امبلويي 1 2 3 دونك كنلاحظو هنا لا ديستريبيسيون اي لي ديسكريت سي تادير بيان لي موداليتي يل بو بروند دي فالور تو سامبلومون لي هما اونتي. وعندنا ان اي 30 40 20 10 دونك توتال كالكولي لو نومبر موان دي كاد اي ديتيرميني لو مود اي لا ميديان. اذا لا ريبونس سيغ ليكسيل هنايا بريميرمون اشنو خصنا نديرو نديرو ان طابلو ستاتيستيك لي فيه لي موداليتي لي فيه لي زيفيكتيف ونحسبو ان اي اكس اي باش نحسبو لا مويان. باش نحسبو لا مويان خصنا نستعملو لا فورميل اكس بار كتساوي لا صوم دي ان اي اكس اي على لا صوم دي ان اي كتسمى لا مويان بونديري لا مويان اريتميتيك بونديري. اذا نحسبو ان اي اكس اي يعني 1 فوا 30 تعطينا 30 2 فوا 40 اي انسي دو سويت ونديرو التوتال باش نحسبو لا مويان راه باينه كنديرو لا صوم دي ان اي على صوم دي ان يعني 210 مقسم على 100 دونك تعطينا 2.10 هذا لو نومبر دي كادر سولون يعني لي زونتربريز. بور كالكولي لا ميديان سي دو لا ميم شوز لا ميديان دونك عندنا ان هنا كيساوي 50 كنشوف فين جات هنايا 50 كنحسبو ان اي كوميلي كروسون ديجا شفنا في الكور لي نوسيون ديال كيفاش كتحسب كنحسبو ان اي كوميلي كروسون دونك 30 70 90 100 اذا 100 على 2 جات 50 دونك 50 فين جات بين 1 و 2 دونك ها هنايا سي كلير. اذا الطريقه باش غادي نحسبوها لا ميديان دونك هنايا جات يعني ايكيفالون اللي هي 50 دونك هي 2. بالنسبه لو مود هو لا موداليتي لا بلي فريكونت دونك لا موداليتي لي بلي فريكونت هنايا اللي كثيره بزاف هي اللي فيها 40 40 اذا 2 اذا لو مود هو 2. اذا فوالا بالنسبه للطريقه كيفاش كيتحسب لو مود الى ميدان. نشوفوا ليكزيرسيس الموالي ليكزيرسيس الموالي سؤال رقم 4 اكزرسيس 4 لو طابلون سويفون بريزونت لي فونت مونسييل دو سون كوميرسون دونك عندنا هنا كما كتلاحظوا لي موداليتي سو فورم دي انترفال يعني سو فورم دي كلاس يعني على شكل مجالات وعندنا ان اي لو نومبر دي كوميرسون. اذا فو دوموند دو كالكولي
les ventes mensuelles moyennes, calculer le monde, calculer la médiane et calculer les quartiles. Donc tout simplement, on a bien, يعني, les notions. Pourquoi les notions de l'alcool, les chenas? Et donc, أول حاجة باش نحسب la moyenne, خصنا نحسبو centre de classe. أول حاجة خصنا نحسبو centre de classe. من بعد نحسب NICI. NICI, on dit le total, on se met là la moyenne. Donc, يعني, la méthode يعني, de répondre à l'exercice. Exercice numéro 4. Voilà. Et donc, أول حاجة حسبنا les centres de classe. هيا. 100 زائد 110 مقسوم على جوج نحطها هنايا يا انسي دي سويت بالنسبه لي زوتر فاريابل ونحسب ان اي سي اي ان اي سي اي هيا 10 فوا 105 نحطها هنايا 14165 نحطها انسي دي سويت والتوتال ديالو هادي كتسمى لا سوم دي ان اي سي اي اذا باش نحسب لا مويان راه باينه كالكولي لا مويان دونك هي 140 كيفاش غنلقاها هي لا سوم دي ان اي يعني هادي مقسوم على هادي سافي ديال نستعملوا لا مويان بونديري لا سوم دي ان اي سي اي على سوم دي ان اللي هي 13990 مقسم على 100 دونك غتعطينا 140 على مويان نحسبوا لو مود هنايا بالنسبه لو مود دي ساجي دون كلاس مودال اذا الكلاس مودال جات في يعني اللي هي كثيره بزاف هنايا دونك لاحظوا بان جات 30 130 140 هي لا كلاس مودال ولكن باش نحسب لو مود خصنا نرجعو نشوفو الطريقه لا ميثود باش كتحسب هنايا اللي هي لا فورمول هاي يعني دونك لو مود هو لا بون انفيريور دو لا كلاس مودال بلس دي ان دي ان هي هاد هاد لا فورمول اللي هي اش لي فيكتيف اللي هو دو لا كلاس مودال موان لي فيكتيف دو لا كلاس اللي هي قبل لا كلاس مودال دونك على فوا اي اي هو l'amplitude de classe, yani l'amplitude de classe sur D1, D1 c'est-à-dire 9 la valeur de l'échelle plus D2, il y a l'effectif de la classe modale, mais l'effectif de la classe il y a jate mora la classe modale. Et dans ta réka bachade hsebha, il y a un document, il y a la formule, il y a 130 زائد 5 fois 10 على 5 زائد 12. إذا من جات هاد خمسة هنا يعني كنديرو 69 ناقص 44 و 82 ناقص 69 82 ناقص 69 بالنسبة لكلاس مودال إذا غنلقاو بأن لو مود هو 133 بالنسبة دو لا ميم مانيير بالنسبة لا ميديان دونك لا ميديان نستعملو لا فورميل اللي شفنا سيتادير لا بون انفيريور دونك بلوس يعني داك لا لامبليتود دو كلاس فوا يعني داك لي فورمول اللي شفنا في لي نوسيون ديال الكل اذا نا تعطينا لا ميديان هي 132 كيفاش حسبناها هي 130 زائد 10 فوا 50 ناقص 44 اذا هنايا 50 ناقص 44 اسمحوا لي سي فوبلي 50 منين جات 50 يعني النص يعني بان عندنا 100 على جوج النص ديال لي زيفيكتيف دونك 50 ناقص 44 دونك على 69 هي 69 ناقص 44 هنايا اذا نعطينا لا ميديان هي 132 كاتريام كيسيون كالكولي لي كارتيل لي كارتيل كيما كتعرفوا يعني سي دو بارطاجي لا بوبولاسيون اون 4 بارتي لي هما ايكو اللي هي اي كا 1 كا 2 و كا 3 كا 1 سافي دير كنقولوا بان 25% من لي زانديفيدو inférieur ou égal ou 75 supérieur ou égal. Et donc, on voit la manière dont on va calculer, la même manière dont on va calculer la médiane. Et là, au lieu de prendre 50, on va prendre 25. Et donc, la formule, là, on voit, par exemple, fin jet 25. Quand on voit ici 25, j'ai ici binash, bin 120 et 130. Donc, يعني هنا le quartile va déjà bin 120 et 130. Et donc, la manière dont on va calculer, il y a 120 زائد 10 فوا 25 ناقص 24 على 44 ناقص 24 دونك تعطينا لا كا بالنسبة لكا 2 هو نيت ايكيفالو على ميديان دونك كنحسبها ديجا حسبتها هنايا كا 2 هو نيت راه لا ميديان هي 132 وبالنسبة لكا 3 اوليو باش ناخدو 25% فاش خدينا هنايا 25 انديفيدو غادي ناخدو هنايا 75
إذا الطريقة لا فورميل هي 140. دونك كنشوفو مثلا فين جات 75، جات هنايا هاي، جات في هاد لا كلاس ديال 140 150. إذا كنديرو 140 زائد 10 فوا 75 ناقص 69 على 82 ناقص 69، دونك غتعطينا 145. إذا فوالا يعني الأصدقاء، يعني مي شيخ ستاجير، يعني ليكسبليكاسيون ديال هاد أربعة ديال لي زيكزارسيس، و حتى الحصة الماجية إن شاء الله دونك كنحاول نكمل يعني الكوريجي ديال هاد لي زيكزارسيس. يلاه بون شونس.